إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغمام بالأطلس المتوسط، بارك الله عليكم، تحياتي لكم. بعد المباراة الإخوان تشكر الناس اللي تيخليونا البصمة ديالهم، تحياتي لهم. نتمنى يعجبكم فلوكات اللي حطينا ديال سوق تلات الإخوان بالعشية ديال تلات. حنا متواجهين لجبل هبري، إن شاء الله غادي نسرجيو الغنم تمايا، نسرجيو الغنم الوالدة اللي والدة هي غنسرجيو. بالنسبة للبورية واللي لما فيها ولا ولاد لا والو، بالنسبة للخروفات هاي جلسو تما مع ذكرين، دا ماشي تليجة ايوا ضروري خص الواحد ينقص شوية. وبالنسبة للخروف ما مزيان ليش هاد البرد، هاد السمرة هذا قاسحة عليه، والله يدير الخير. تبارك الله عليكم الاخوان. بالنسبة للناس اللي تفرجوا فينا ما ينساوش تفعلوا معنا في القناة، تخليو لنا بصمة. الاخوان في هاد الاثناء هادي مسرجي البال، نوصلوا البال ان شاء الله. بالنسبه للغنمية تبقى تما نشارجيو لها البال، وغادي نسكيو شويه ديال الماء ضروري مع هاد الوقت الى تحت الثلجه، وهادي راه شويه صعيبه. وقررنا الاخوان شاركوا معكم شويه هاد الطريقه هادي كي دايره. تبارك الله هادي منطقه ديال السهب، هادي محميه يعني ممنوع يرعى الانسان هنايا. تبارك الله الربيع موجود، القرودة راه فرحانين ناشطين، اللهم يسر خير. تبارك الله موجود هنا، بعض المتتبعين تيشوفوا هذا الربيع تيقولوا ودي راه الربيع موجود، ولكن هذه الاخوان هذه ريزيرف، ممنوع الرعاية هنا، ممنوع الرعاية هنا. الاخوان شاركوا معكم الغنم يعني عطيني تعرف شوية باش ما تمشيش خاوية مع الصباح مع الفاتش تعرف حتى العشية، والله يدير الخير. يعني كما تشوفوا راه الريح كتير، تبارك الله كتير الريح، وراه جاية ان شاء الله شي تليجة وشي استواء، والله يرحمنا والله يعطينا على قد النفع. وتبارك الله عليكم الاخوان. يعني ما غاديش نحضر انا بالنسبه للشارج وهادي، ما غاديش نحضر يعني نمشي باش نجيب الماء، نجيب الدراري هما اللي غيسرجيو، يجي الكاميو غيسرجيو ان شاء الله، نتهبط ديريكت لداروش. وان شاء الله مازال الاخوان فاش غادي نهبطوا شاركوا معكم مشورات تما ان شاء الله، الله يدير الخير والله يرحمنا، الله يعطينا شي استوى على قد النفع، يعطينا شي تليجة على قد النفع، نتمنى من الله التيسير. وهنا الاخوان نخليكم مع تتمة الفيديو. تبارك الله الوالدة هي هذه، وليداتها هما هادو، الحمد لله راه ملي بدات تتولد راه تقريبا دابا شي 20 يوم الحمد لله وهي تتولد، والله يسخر الجميع، الله يدير الخير، نتمنى من الله التيسير. هنا الاخوان نقدروا نهضروا شويه على النعجه، نقدروا نعطيو شويه المميزات ديالها، ونعطيو بالنسبه للناس اللي بغاو يكسبوها. هي الاخوان بالنسبه للنعجه صعيبه شويه صراحه، يعني صعيبه بالنسبه للانسان اللي بغى يكسبها وما عندوش اتساع، يعني خصو يمشي على حساب داكشي اللي عنده، قد البلاد اللي عنده قد الغنم اللي يدير. الانسان ما خصوش يكثر الغنم صراحة الإخوان، يعني صعيبة صعيبة بزاف، خصوصا في هاد السنين الأخيرة صراحة الكساب راه تقار بزاف، خصوصا كاع في هاد العام هدا تعطلات الولادة، والله يدير الخير. بالنسبة دابا كيما تنقولو هاد الخروف دابا الإخوان اللي تزاد في هاد شهر 12، الله تبارك الله كامل غادي يوجد العيد. تبارك الله الإخوان راه الخروف تيكبر تبارك الله، يعني ماشي مغاديش يبقى هكا، واخا كاين هاد التمام تتشوف خروف صغير 17 18، دابا هاد الخروف ديال 15 اللي كاين في السوق 750، داك الصغير كاع داك راه غادي يتهلا فيه الانسان، راه تبارك الله غادي يوجد العيد. هادشي دابا باش كاين الثمن في الخروف. بالنسبه للخروف اللي يدير 1000 درهم 1000 درهم الفوق، داك راه واجد 100%. وبالنسبه للانسان اللي بغى يشري من الاحسن يشري مع امو، ان الحليب ديال الام راه ما كاينش اللي غادي يعوضو، واخا تعطيه ل 1000 ما غاديش يطلع، ما غاديش يطلع كيما الا كان تيرضى الحليب ديال المورا، تبارك الله غادي يكبر غادي يبان، خصوصا الا تهليتي فيه و تيرضى الحليب ديال المورا تبارك الله تيكبر نهار على نهار تيتبدل. الا كان عاد القصير وكان يعني تخير لا هو لا مو ياكل داكشي مخير، راه تبارك الله يكبر، والله يدير الخير الاخوان، نتمنى من الله التيسير. تحياتي لكم، الله يدير الخير، نتمنى من الله تعطينا شي روية على قد النفع، عطينا شي تليجة تاهي على قد النفع، الله يسخر.